خبز ومواد غذائية أخرى في المزابل وعلى قراعة الطرقات رغم الشكاوي المتزايدة حول ضعف المقدرة الشرائية وغلاء الأسعار. يجيبوا الرز يلوحوه الكلاب، يجيبوا اللحم يعطوه للقطاطس. أنا ما خرجتش باش ناخذ اللحم، وأنت جايب طايش فيه غاديك؟ سمع بي عندهم لهفة، يشريوا بالبرشا ومن بعد تفسد ديك الحاجة ويهزوا يحطوها في البوبيت. أنا شفت بعيني كيفاش باب الخضرة هاكل مسوس وهاكل معاش بالفيك، المرأة ماخذة 9000 فرنك خبز. انقطاع بعض المواد تخلي المواطن يكون عنده لهفة، وقت اللي يلقى حاجة هو كان يلوج عليها في عود يشري حاجة لحاجته بها، يمشي يشري ثلاثة وأربعة من نفس الحاجة، يأكل منهم شوية ويطيش الباقي. ماذا بينا يكون المواطنين واعين ويحاولوا كواحد يكونسومي على قد العائلة متاعه. ويتصدر الخبز المواد الأساسية التي يقع إهدارها، تليه الحبوب ومشتقاتها، ثم الخضر فالغلاء. وفق مدير الدراسات والبحوث بالمعهد الوطني للاستهلاك الزبير ربحة، أهم المواد الغذائية اللي تم تبذيرها من طرف الأسر التونسية عنا الخبز. تقريبا 16% من قيمة شرائات الخبز المعدل الاستهلاك يقع تبذيرها، تقريبا 10% من حبوب مشتقاتها يقع تبذيرها بعد الشراء، مرتبة الثانية خضر، الغلال في المرتبة الرابعة 6.5% و4.2% من قيمة شرائات المواد هذه. تقدير قيمة التبذير الغذائي لدى الأسر التونسية تقريبا مثل 5% من الميزانية المرصودة للنفقات الغذائية، حوالي 17 دينار للأسرة في الشهر. كي نعملوا معناها تحليل التقديرات هذوما على أساس المعطيات الأخيرة للمسح الوطني حول الإنفاق الأسر والاستهلاك اللي قام به معهد وطن الإحصاء في 2021، التقديرات تقول كونه 910 مليون دينار هو قيمة ما يبذره التونسيون في السنة. أهم أسباب وراء التبذير الغذائي هو عنا شراء معناتها فوق الحال، طيب وأكثر من لازم في المرتبة الثانية، ما نعتمدوش قائمة شراءات منظمة. وللتبذير الغذائي مخاطر صحية وبيئية، وفق منسقة مشروع الحد من التبذير الغذائي في منظمة إيطالية داليا مبروك. فما إجهاد للمائدة المائية، فما إجهاد للتربة، وفما استهلاك كبير للمواد اللي نداويو بيهم، وفما دراسات عالمية تقول اللي الفضلات الغذائية ثالث مصدر متاع احتباس حراري كيف وكيف الكراهب كيف المصانع، على خاطر المواد هذيك تتقعد تتلوح تتخمر وتطلع غازات، الغازات هذيك راهي غازات سامة للطبيعة وللبشر. لكن ما هي خطة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لاحتواء هذه الأزمة؟ مدير عام الوكالة بدر الدين أسمر يجيب. قاعدين نخدم خاصة مع المؤسسات السياحية والمؤسسات الصناعية، كونوا على الأقل هالنفايات هذه يقع استثمارها فيما بعد في التسميد أو في تحويلها إلى طاقة بيولوجية، وقاعدين معناها ثم مشاريع من هذا النوع اللي على الأقل نستثمر هذه النفايات. وتغييرات طفيفة في أنماط حياتنا وسلوكياتنا قد تسهم في حل مشكل التبذير الغذائي.